لسه البداية، ما بستنى العالم تعرف قيمتي أو أنا شو بقدر أعمل، هن كمان حيعرفوا مين بيسان لتغني الشارع. بيساني أهلا وسهلا فيك على ليالينا. أهلا فيك، شكرا. يعني أول شيء حلوة إطلالتك الرمضانية اليوم. ثانكيو. عجبتك؟ إيه والله. قدمت أيمن من 10؟ يعني شوفي هلأ لأنك شوي مطبقة مع المايك طبعا فبقلك 10. يعني لو مو مطبقة الله يسامحك عادي. بيسان أول شيء بدنا نبارك لك على الشارع اللي عم تغني فيها برمضان، خبرين عن هاي التجربة كأول شارة مسلسل درامي بصوت بيسان إسماعيل. لازم إني كمل هالطريق، ما في عندي قدرة. بصراحة أنا قبل من زمان كنت فكر إنه مثل أي غنية أنا بغنيها بصوتي، بس لا، حسيت إنه لما غنيت شارة مسلسل إحساس تاني وكتير انبسطت بهالتجربة، وأوف كورس رح أعيدها. يعني مين أول حدا تواصل معك كرمال هاي الشارة؟ I think في حدا تواصل معي على الإيميل وبعدين على الرقم وبعدين تمت الاتفاقية. بيسان في كتير ناس انضغطوا وقت شافوا خبر انه بيسان اسماعيل رح تغني شارع، وبلشوا الناس على تويتر على تيك توك ليش بيسان رح تغني هاي الشارع ومين بيسان لتغني الشارع، شو هالكومنت، شو كيف تطلع عليهم، كيف تعلقوا، خصوصي في ناس بالوسط علقوا انه ليه بيسان غنتها. شوف انا اول شيء ما بستنى العالم تعرف قيمتي او انا شو بقدر اعمل، فدايما انا بشوف حالي انه انا قيمتي عالية وبعمل كتير اشياء، وهذا هي لسه البداية. يعني ان شاء الله لقدام هن كمان حيعرفوا مين بيسان لتغني الشارع. واو واو. برأيك قديه الشارع بتفيد يعني اليوم المغني، بالذات المغني قديه بتعمل له خلينا نقول انتشار اكتر اوسع؟ هلا هي اكسبيرينس جديدة علي، تجربة حلوة انبسطت انا فيها، واكيد اكيد بتضيف، يعني لأي فنان بتضيف هالاشياء. بس تعرفي انت كتير محظوظة هذا الموسم لأنه ما كان في كتير أغاني، يعني مشان هيك وهيانت غنيتك على الأرض. الحمد لله. وحتى هي الغنية غريبة، يعني بتحسها لما تسمعها بتحس إنه هاي غنية مسلسل. طب إذا سمعنا جزء منها. هذا الإيقاع نفس الإيقاع، حياتي نغمة عمر ضاع، كل شي تغير بالدنيا إلا اللقاء. بيسان الله يخلي لك هالصوت. انا مريضه هلا على فكره. مريضه وهيك ما شاء الله عليك. بيسان تعاملك مع السوشيال ميديا رفعتي ليفل الجرأه كتير، وهو ما له جرأه بس في ناس هيك شافت، خصوصي على اعلان اللي عملتيه لنعنع. اوكي، هو هلا عن جد اعلان وانت تعاملتي معه بطريقه ذكيه، اذا هيك برافو بيسان. هلا هو اكيد اعلان. هي اول شيء. ثاني شيء، حتى لو ما كان اعلان انا ما بشوف شيء غلط. كتير حكيت انه هالشيء الله خلقه العالم وفينا، يعني شيء طبيعي، ما جايب الكلام من عندي، شيء موجود. للأمانة من فترة كنا عم نحكي كمان بموضوع أنه بالحروب قد في نساء بتعاني وبينسوا أنه هاي الاحتياجات الخاصة اللي بديها كل امرأة أو حتى كل طفل ما بتخطر ببال حدا. شفناها انتشرت بلبنان كتير وضوى عليها عالمين، بس اليوم مثلا بغزة ببعض البلدان فيها حروب في نساء كتير عم تعاني. على فكرة هذا الشيء صعب مو سهل، وعلى فكرة ما حدا بيفكر فيه، يعني العالم بتكون ناسيته، بس البنات لأنه بيخجلوا بتروح عليهم، فلازم الواحد أمرات بيضطر إنه يحكي شو معه لأنه مشان ما يظلم حاله بالآخر. يعني فعلا أنا حبيت كلمتك إنه البنات بيخجلوا، يعني الشباب ما لنا علاقة بالموضوع يا جماعة. لا أنتوا شو لكم على يعني ما إنه مجتمع ذكوري وتعصب. نو نو نو، هن البنات بيحسوا هالشي عيب، بس أنا بشوفه لا عيب ولا حرام. يعني إذا احتاجت البنت إنها تقول أو اضطرت تقول بموقف ما، عادي، يعني ما فيها شيء. حبيت سبورت اللي عملتيه، يعني ان جنرال كان بوقته، حتى فعلا كل بنت ما تخجل، وخصوصي بمجتمعاتها في ناس تخجل اذا شافت صيدلي اساسا، اذا شافت شاب انه تطلب منه. بالضبط، فهذا الشيء مو عيب ولا حرام، يعني شيء نورمال، كتير نورمال. شو في اعمال جديده عم تحضريها بيسان؟ ان شاء الله في غنيه جديده عم تتحضر. لا كم غنيه، 3 اغاني عم يتحضروا. واو، فضحتي لها المره. اول وحده رح تنزل ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. كلموا الحان مين؟ محمد عيسى. حلو. فنان يعني محمد عيسى. عيسى معه نجاحات كبيره مع نصيف زيتون. فمتوقعين هالمره شيء حلو معك. لا ان شاء الله عم نشتغل شيء واشياء، مو بس شيء واحد، كتير قوايا. بكل صراحه عينك على الجوي اوورد هاي السنه؟ ها.
يس يس والله يس بتمنى إن شاء الله. يعني في عمل من هدول بتقولي في حدا هيك عمل حط عينك على تقولي هذا هو الجوي أورد أو الأغنية المفضلة لعام 2024؟ يا هلا نشوف نحن بأول السنة وأنا قبل ما تبلش هالسنة دائما بقول سنة 2024 لبيسان اسماعيل وبس. إن شاء الله يعني الجوي أورد نسمع بيسان اسماعيل إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله أنا عندي يقين كامل. أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نسمع دائما أخبارك بالفن اللي نحن منحبها. وبدي أقول لك رمضان كريم وعيد مبارك كمان وإن شاء الله دائما نضلي بهذا النجاح. علينا وعليكم يا رب. رمضان كريم. الله يسلمك.